كيفاش تحفظ الدرس متاعك؟ أول خطوة هي قراءة الدرس باش تاخذ فكرة عامة وتفهم محتوى الدرس وتحدد الأفكار الأساسية اللي يحكي عليها الدرس هذاك. ثاني خطوة تلخيص الدرس من خلال استخراج أهم الأفكار والقواعد وتكتبها في شكل ملخص عادي وإلا في شكل خريطة ذهنية. ثالث خطوة هي حفظ الدرس من خلال المراجعة متاع الملخصات بشكل متكرر حتى توصل لمرحلة الحفظ، والأحسن أنه تتراجع بصوت عالي وتركيز تام باش تحفظ في وقت قصير. رابع خطوة مرحلة التسميع من خلال أنك تعاود تكتب المعلومات اللي حفظتها في ورقة بيضة وإلا تحكيها لواحد آخر وإلا تحكيها لروحك، وهكذا تترسخ المعلومات في ذهنك أكثر وأكثر وتتأكد من حفظك بشكل جيد. خامس خطوة هي توظيف المعلومات باش تساهم زادة في ترسيخ المعلومات في ذهنك. لازم تطبق اللي حفظته في تمارين وفروض من غير ما تستعين بالملخص، يعني تحاول تخدم عبارة قاعد تعدي في امتحان. الخطوة السادسة هي المراجعة الأخيرة. المرحلة هذه تصير قبل الفرض بوقت قصير، مثال تفيق صباح بكري وتعمل مراجعة سريعة وخفيفة اللي حفظته من الملخص وبعد من مخك من غير ما تشوف الملخص باش تتأكد 100% انك حافظ المعلومات الكل. الخطوة السابعة والنصيحة الأخيرة هي الحفظ يتطلب عدة عوامل باش يكون سريع وناجح، من أهمها أنك في وسط المراجعة تختار مكان مناسب بعيد عن الحس وزمان مناسب صباح بكري وإلا في الليل، وتبعد كل حاجة تنجم تلهيك كما التليفون والبي سي وغيره. والأهم أنك ديما تكون صبور على التعلم وتستسلمش للبخل وتتوكل على ربي سبحانه، وهذا اللي بإذن الله باش يصنع منك في الأخير إنسان ناجح. وهذا هو. السلام عليكم.